شيء كبير. إذا صفحت يزيد محمد ديك الورقة الأخيرة يعني الدعوة الرائجة، أنا حسبت تقريبا 60% من هذه القضايا كتعلق بسوية وضعية الموظفين البلدية في الإدارة اللي كيخدموا فيها تقريبا 5. إذا زورنا كيقول لي إذا ضفنا لها القضية ديال أحمد ناصر تشطيب على راه كيولي 6، بمعنى أنه عدد القضايا ما كتكلفش البلدية اللي عايش. أغلب القضايا الباقية كلها كتعلق باستثناء القضية ديال شركات إيموارين، هذه فيها اعتداء مادي، فصل حيطة وحضارة، بدا كيكون شي كتكون شي خبرة عاوتاني على شركة عنده خبرة اللي دازت فيما يتعلق بالقضية ديال الطاقة. يعني لا خوف عليهم ولا يحزنون في القضايا اللي باقا جاية. الأستاذ ديال البلاد، كان بغي نقصد ونقول نتمنوا العمل ديالنا بعضنا بعض. انا بالنسبه لي مع المعارضه اللي كتقول كدير شي تدخل كتحط الاصبع على الدار، انا معاها متفق معاها التسهيلات ديالها مشروعه كتعجبني، ولكن شو كان فلان. وحنا بالنسبه لنا هذا المجهود كامل، هذا اللجان، هذا الجهه، هذا الطلوع، هذا الهبوط، هذه المحافظه، هذا منك المخزنيه باش تعطيك الحكم وتزول يعني 90 مليون عاود تقريبا ديال ديال اسمعي شكر زويتني خلاك تعطى 10 مليون درهم تخلصها، ما عز الله ولا شي هو اللي خلاها كيتعامل. والله اسمعني انا بالنسبه لي ماشي نعبتين لا شكرا.
هاد السيد هذا حفر اشرف الى سمحتي هاد السيد تاع علاقة بشرف لا 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 انت سالتي على صحة نعم السؤال ديالك واضح يعني وخا انت راه ما دوزتيش معنا الصافي هاد السي صرا طبعا ايوا راه ناقصك واحد الملف كبير خصك تزيدو في راسك زيد انا ضعيف تجربه لا صافي صافي انا راه ضعيف تجربه جبت شي لاخر لا غير بالنسبه انا كنقول كنعتبر وهذا بمعطى ماشي دمغي هذا جبنا في صافي تنبيه المحافظ وقال هذا الشيء وقال مستطاع باش يتم دابا تم الاعتداء المادي على تيتو فوز ملي مشاو يعني 2006 ملي مشاو وضعوا يدهم على ديك المناطق اللي فيها التعويض كان تيتو فوز لا اللي كان باش انا طرح سؤال اخر لماذا لا لا ما قلتش لماذا تم حسي سمر مشى الاعتداء تم الاعتداء على تيتو فوز حسي سمر طيب واخا غادي نفترضوا الفيرسيون ديال الصحيحه علاش تاخر المدعي باش يدعي حتى 2014 بمعنى انه حفظ ما بين اكثر من 2014 ثانيا انا لا اعتقد ان هذيك التجربه حنا دوزناها لا اعتقد انه كان يكون تيتر فرونسي وما نتقولوش الخبر لا ما يمكنش يكون تيتر فرونسي خليك تبقى ولكن لا انا اتساءل انا خدمت الاتحاد شكون اللي سنى شهادات تيتر بالتحفيظ هذا شنو جبت له شي ولكن تتبع قسم الامور هذا كتبون ساعه قائمه راه جاي تتبع الاشياء اللي تطرح على قسم الممتلكات والمنازعات في سيتو شنو هو؟ وهو لما كيكون قسم الممتلكات اسمع سعيد لما كيكون قسم الممتلكات والمنازعات في حاجه الى وثيقه من قسم اخر كاين صعوبه عبد اللطيف كيعاني لما كيطلب شي وثيقه معينه باش يعطيها للمحامي كيعاني هاد اللجنه اذا كتعرف الكلام على حال هاد المشكل جيد انا ما عنديش مشكل تاع هاد اللجنه حتى تتبع هاد اللجنه كيكون من المهام ديالها انها تفوق